بسم الله الرحمن الرحيم. Fuse. In electronics and electrical engineering, a fuse is a type of low resistance resistor that acts as a sacrificial device to provide over current protection of either the load or source circuit. هو بقدم حماية من ال over current إما ل source circuit أو ل load circuit. تمام. نوع electrical fuses. عندي نوعين للفيوزز حسب الفولتج اللي بشتغل فيها. في عندي low voltage fuse والhigh voltage fuse. low voltage fuse semi enclosed reliable type totally enclosed type. الفيوز بالشكل هذا السلك تبعه بقدر اغيره لما يصير عندي fault. totally enclosed type هذا يستخدم مرة واحدة مثل knife plate او bolt type. طيب الhigh voltage fuse هذا هو اللي راح نهتم فيه بهذا الفيديو ونشوف مكوناته. طيب هذا هو الفيوز. تمام. وهون في عندي عازل. هذا هون بيكون كونتاكت ل الترانسميشن لاين ومن هون بمشي الكرنت. لما يصير في عندي اوفر كرنت هذا الفيوز بتحرك من مكان مثل الشكل هون. هذا الترانسميشن لاين هون في عندي فيوز وفيوز وفيوز ثالث. الفيوز هون صاير عنده اوفر كرنت طلع الفيوز من مكانه. هون عمل الفني اما بقوم بارجاع الفيوز هذا او ببدله. طيب خلينا نشوف هاي العملية بفيديو.